بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. شو المجنون هذا يا شيخ؟ الله إنه مهبول مهبول مهبول. إذا انفرت خلاص انهبل. إيش الدعم 500؟ والله العظيم ما نعرف صراحة إيش فيهم الناس. إيش بهم والله العظيم ما أدري إيش بهم. حلو حلو حلو، على الأقل صديت من دق المعركة شوي. بس والله معنا بيكا، حرام 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 اللي قاعد يسوي هذا. معنا بيكا ما أدري ليش ما تختارون البيكا، والله ما أدري ليش. حلو، على الأقل معه بيكا على الأقل. الله يعين صراحة، خصم هذا مزعج. بيكا وهياكل مدرعة صراحة شيء إزعاج إزعاج. وهنا خلاص البيكا هذه انتهت، ليش تروح وراها ما أدري. يلا على الأقل هذا الزميل هذا صاحي، على الأقل هذا الزميل مصحصح قاعد يلعب بيكا ويلعب بطاقة هجومية اللي هي الخنزير. لكن هنا بيتورط. حلو حلو، حركة حلوة. ممتاز. والله يلعب صح، يلعب. مش بطال. الآن بيتورط ضد الخنزير، الخصم بيتورط الآن. فحلو. خصم صعب صراحة، ما هو سهل. هنا يبدو لي تهور بالبيكة هذه. والله تهور، لازم الساحر معاها. هنا راميات أسهم، صح عليك. حلو جدا. ممتاز. فرصة الآن. خلاص انتهت المباراة. حرام. كم يا سلام عليك يا دييغو أرماندو مارادونا. والله إني كفو، والله كفو، أقسم بالله كفو. والله ما شاء الله عليه. هل في أحد يرقيها أو شيء؟ ما أدري، ما في أحد. ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. ايش فيه ذا؟ ايش فيه انهبل؟ هي كذا لخبط كل شيء. الحمار لخبط كل شيء. ما ادري الصراحة كيف. وشلون يفهم هذا؟ هذا يفهم من راسه ولا من طيزه ولا من وين؟ والله العظيم الحمار هذا لخبط كل شيء، اقسم بالله. شوف الان برغدر غدير رقعه كبير بعد. ايوه حلو، ما ادري ليش، على اساس رقع عصام؟ ما ادري والله. شوف صراحة دييغو فاز مباراة صعبة، يستاهل ترقية. فاز مباراة صعبة صراحة ضد خصم صعب، حرام ما يترقى بعد هذه المباراة الصعبة صراحة.
شوف الباقين، ملك الحروب ليش مترقيه؟ لأنه فاز وأنا رقيته. صح صح نيوترينو كويس. أدميرال 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 الأدميرال يعني خسر هذه الحرب، لكن عنده رصيد ممتاز بالحروب. الواحد تعب تعب صراحة من هالتدخلات اللي ما هي منطقية صراحة، والله العظيم تدخلات جولدن بوي أوقات. حلو، ممتاز ممتاز، على الأقل الوصف جيد، وصف جيد. إذا اكتملت القبيلة إن شاء الله نتفاهم مع الموجودين.